هل الأفضل دراسة علم الفرائض على متن الرحبية أو من متن الزاد؟ لأنه قد يصعب الجمع بينهما. يتساعد متن الرحبية ومتن الزاد يتساعد، إن حصل تدرسهم جميعا فهو أحسن، وإن اقتصرت على واحد الرحبية أحسن. الرحبية لأنها نظم، لأنها نظم، والنظم أخف من النثر وأثبت في الذاكرة من النثر. هنا